عين الخامسة مستمرة وفيها مركز أداء يدرب أكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازا عاما. أهلا بكم. أنهى المركز الوطني لقياس السيادة للأجهزة العامة أداة تدريب أكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازا عاما. يأتي تنفيذ مركز أداة لبرامج تدريبية انطلاقا من المهام المنوطة به في نشر ثقافة قياس أداة الأجهزة العامة ومراجعتها وتحسينها أيضا. متابع. لرفع مستويات المعرفة ونشر ثقافة الأداء بين موظفي الأجهزة العامة وتمكين الجهات الحكومية من معرفة منهجيات الأداء بشكل احترافي، أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء تدريب أكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازاً عاماً. يأتي تنفيذ مركز أداء لبرامجه التدريبية انطلاقاً من المهام المنوطة به في نشر ثقافة قياس أداء الأجهزة العامة ومراجعتها وتحسينها ولتعزيز قدراتها في هذا المجال، مما ينعكس إيجاباً على مستويات ثقافة الأداء والوعي المؤسسي لمنسوبيها. كما تسهم البرامج في توحيد المفاهيم والمنهجيات في الأجهزة العامة لدعم الأداء الحكومي العام وتحسينه. أقام مركز أداء خلال العام الحالي عدداً من الدورات التدريبية بشكل افتراضي لأول مرة، مما ساهم في سهولة مشاركة عدد من المتدربين في شتى أنحاء المملكة. وقدم المركز 53 برنامجاً تدريبياً خلال العام الجاري تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تحفز على النهوض بالأداء الحكومي. للحديث أكثر انضم إلينا المختص في الموارد البشرية الأستاذ هشام السليماني. مساء الخير أستاذ هشام، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذ هشام، يعني ما هو الدور الأساسي لمركز أداء؟ تفضل. أول شيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يسعد لقاءكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. أول شيء برنامج أداء أنشئ في عام بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2016 بناء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو السيد ولي العهد. أداء هو جعل من الأصل ومن الأساس في عمله كمؤشر أساسي لأداء برامج الدولة والوزارات والدوائر الحكومية. مما لا شك فيه أنه جميع أجهزة الدولة إذا ما كان فيها مؤشرات أداء عالية الجودة وتنافسية، ما راح يكون في عندنا إنتاج بالشكل المرجو في 2030 وفقا للخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء ومن قبل سيدي خالد الحرمين الشريفين. فكان لابد من وضع مركز أداء وتمكينه بالشكل المطلوب لخدمة الدوائر الحكومية وخدمة المستفيدين على حد سواء. نعم يعني لماذا يعد أيضا عمل مركز أداء مهما؟ كلنا نعلم أنه if you cannot measure it you cannot make it success. إذا ما قدرت تقيس أداء الأعمال الموجودة عندك، تقيس فعاليتها، فما راح تقدر تنجح أي حال من الأحوال. لابد وجود آلية قياس لكل منتج هو موجود من منتجات الدولة. خدمة الجوازات لابد لها قياس، خدمة الأحوال المدنية لابد لها قياس، قياسها بالمنتوج النهائي اللي هو خدمة المستفيد أو خدمة المواطن أو خدمة المقيم على حد سواء. فبأي حال من الأحوال إذا ما صار فيه قياس لكل أداء لكل جهة حكومية لكل منظمة، ما راح يكون في عندنا أداة نجاح نهائية. نعم. أبقى معي أستاذ هشام، نشاهد وياك والمشاهدين
مركز أداء للبرامج التدريبية أهداف ومهام. أعود إلى ضيف المختص في الموارد البشرية الأستاذ هشام السليماني. أهلا بك من جديد أستاذ هشام. أستاذ هشام، هل المركز أداء أدوار أخرى؟ في البداية المركز طبعا بلا شك أنه هو يبني مؤشرات لأدوات قياس الأجهزة واعتماد تطويرها بشكل مستمر. طبعا مما لا شك فيه أنه لابد أن يكون في تقارير دورية ترفع لمقام مجلس الوزراء وترفع لمجلس الشؤون الاقتصادية بأداء الدوائر الحكومية، طبعا ناهيك عن دعم تحسين الأداء في الأجهزة الحكومية، دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها. هذه لوحدها هي ركيزة الخدمات اللي تقدمها أداء للمواطن بالرغم من عدم وصولها للمواطن بشكل مباشر. طبعا ناهيك عن وجود تحليل المخاطر والأداء ومواجهة الصعوبات في تقييمات الدوائر الحكومية والوزارات التابعة للدولة. طبعا أضف لذلك ثقافة القياس المتوجهة لجميع موظفي الكادر الحكومي، موظفي الدولة بصفة عامة. ثقافة القياس لابد أنها تنشأ وتدعم بشكل جيد وجلي لجميع الموظفين بحيث انه يكون في انتاجيه في اخر المطاف. نعم يعني من المهام ايضا مهام المركز استاذ هشام هم ربما يدعم الاجهزه في تنفيذ غايات هذه الاجهزه وايضا خطط استراتيجيه. مما لا شك فيه انه كل الخطط الاستراتيجية اللي وضعتها الأجهزة الحكومية لبناء قدراتها خلال 10 سنوات القادمة هي تحت ما بقول تحت مظلة ولكن أقول تحت دعم من مركز أداء. أضف لذلك أنه جميع الموظفين اللي موجودين في الدوائر الحكومية لابد من تمكينهم من هذه الأدوات العالية المستوى، خلينا نقدر نقول تجاوزا، لانها يعني نظام جديد بالكامل على المملكه العربيه السعوديه قياس اداء الدوائر الحكوميه. نعم. طب خلينا نذهب الى بالارقام استاذ هشام. يعني درب هذا المركز اكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازا عاما منذ بدايته. هذا يدل انه المركز في تحسن مستمر. في بداية المركز كان ما في تدريب، أنشئت إدارة التدريب في المركز بالرغم من وجود الجائحة في السنتين أو الثلاث الماضية، إلا أنه ما شاء الله تبارك الله قدروا يدربوا أونلاين حوالي 1100 موظف. هذه أعتبرها في حد ذاتها نجاح. الحمد لله رب العالمين المملكة العربية السعودية بكافة دوائر الحكومية وزاراتها نجحت من خلال الجائحة أنها يعني تخرج من عنق الكارثة بمرابح، والحمد لله رب العالمين أنه نحن تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين قدرنا نوصل لهذا النجاح اللي غير متوقع من دول العالم الثالث. نعم. طيب ما مدى مساهمة هذا المركز في سهولة ربما مشاركة عدد من المتدربين في شتى أنحاء المملكة؟ كل المنصات الحكومية والمنصات الرسمية بساطتها جد، يعني ما أقدر أقول أنها حاجة جدا 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 سهلة الالتحاق في دوراتها وكذا، إلا أنها الدورة الحكومية كل اللي عليها أنها ترصد عدد الموظفين اللي يحتاج لتنمية قدراته في هذا المجال ورصدها
واعطاء الامر لمركز الاداء ويقوم على طول بالتنفيذ. ما في اعتقد انه ما في اي تاخير من مركز الاداء. نعم، كان معنا المختص في الموارد البشريه الاستاذ هشام السليماني، شكرا جزيلا لك استاذ هشام.